بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عام 1951 جاءت فكرة مشروع الموسوعة الفقهية بعد توصيات مؤتمر الفقه الإسلامي في باريس، وكان من بين هذه التوصيات الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة. والتنافس كان ما بين الدول العربية، ولله الحمد والمنة عام 1967 بدأت الموسوعة الفقهية الكويتية، وكان هذا الحلم ولله الحمد والمنة والفضل بأن أصبحت الموسوعة الفقهية الكويتية مفخرة الكويت ودرة إنتاجها العلمي. وإن شاء الله في هذا البرنامج الوثائقي الخاص عن الموسوعة الفقهية الكويتية بتشوفون الصياغة العصرية للفقه الإسلامي. الكويتية بدأت في أواخر السبعينات في عهد الشيخ سمو الشيخ صباح سالم الصباح رحمه الله، وكانت بداية جيدة، وكان وزير الأوقاف راشد الفرحان هو الذي بدأ فيها. أنا كنت عضواً في مجلس الأمة الأول، وعلمت أن في واحد اسمه أحمد مهدي الخضر كان وزير للأوقاف في سوريا، وحضر إلى الكويت هنا ومعه مجلد كبير كذا. سألناه عن هذا، قال هذا هو الموسوعة، مقدمات أو دراسة الموسوعة الفقهية. فأنا حقيقة أن هذا الموضوع يعني خطر في بالي ويتفق مع ميولي ودراستي، فقدمت اقتراح إلى المجلس الأمة أن تتبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا الموضوع. الموسوعة الفقهية الكويتية يعني حسنة الحقيقة من حسنات دولة الكويت، ثم حسنة أخرى وهو قاموس القرآن الكريم الذي أهداه صاحب السمو المرحوم الشيخ جابر الأحمد، وكان يعني وقت رئاسته لي منظمة التعاون الإسلامي اللي كان اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي، وأهدى الدول الإسلامية قاموس القرآن الكريم الذي يعني تشرفنا بالمشاركة فيه عن طريق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. فهذه يعني الحسنات أو يعني الإهداءات للعالم الإسلامي. هذه الموسوعة التي تضم الفقه الإسلامي بكافة مذاهبه مرتبة بترتيب أبجدي يسهل استخراجه والتعرف عليه والفتية به وتعلمه ودراسته وتعليمه. هذه الموسوعة بلغت 45 جزءاً، ضمت كافة أنحاء الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، بأسلوب سهل بسيط مرتب ترتيبا أبجديا. هذه الموسوعة نشأت في الكويت منذ أكثر من 40 سنة، وفكرة طيبة رائدة طالب بها ورغب فيها عدد كبير من علماء الفقه الإسلامي، وحاولت دول عربية
وإسلامية متعددة. إنشاء مثل هذه الموسوعة وبذلت جهدا طيبا ومضت خطوات إلى الأمام، منها مصر ومنها سوريا، ولكن لم يستطيعوا الاستمرار فيها لأنها تحتاج إلى نفقات عالية وجهود كبيرة ومدة طويلة. الموسوعة أول ما بدأت أنشئت لها لجنة عليا، لجنة عليا مكونة يعني من المستشارين ومن الفقهاء في وزارة الأوقاف، تسمى اللجنة العليا للموسوعة التي وضعت خطة العمل للموسوعة. وموسوعة الكويت في الحقيقة موسوعة اشتهرت في العالم الإسلامي كله. استمر العمل على الموسوعة الفقهية قرابة 40 عاماً، من عام 1967 إلى 2005، والمستكتبون في الموسوعة قرابة 200 عالم وخبير فقهي من أنحاء العالم الإسلامي. تقدم الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة واسعة من الأبحاث والدراسات التي تغطي مختلف الجوانب الفقهية والشرعية، فأصبحت الموسوعة الفقهية بمثابة مصدر أساسي وشامل للباحثين والعلماء في مجال الفقه الإسلامي. في الواقع إصدار الموسوعة الفقهية كان عملا بل حلما، وقد ترددت هناك نداءات كثيرة لإنجاز هذا المشروع، ومن أحد أهم النداءات التي ترددت لإصدار هذا المشروع هو القرار التاريخي الصادر من مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في باريس عام 1951، حيث دعا المؤتمر إلى ضرورة تأليف موسوعة فقهية تعرض المعلومات الحقوقية الإسلامية بأساليب حديثة. الموسوعة الفقهية تعتبر أكبر موسوعة فقهية، ولا شك أنها طبعا أخذت جهدا كبيرا، يعني حوالي 40 سنة يعني من العمل الدؤوب، وسبقتها طبعا محاولات في دمشق وفي مصر لكن لم توفق لأسباب ليس هذا محل ذكرها. كان الشيخ أول من قدم الشيخ الزرقاء وتشرفنا بلقائه، ثم كان هو الأمين العام، ثم الشيخ بدر متولي عبد الباسط أخذ الأمانة وعلى يديه قامت الموسوعة الفقهية. أنا بودي بس يعني أعطي كلمة حول الشيخ بدر متولي عبد الباسط الذي لم يأخذ حظه من التعريف والتقدير. الرجل يعني حمل مسؤولية الموسوعة الفقهية وكان يدقق في الأبحاث، أبحاث المستكتبين، وكنا نحن، كنت أنا مع الشيخ حسن الشاذلي اللي كان عميد كلية الشريعة رحمه الله، والدكتور حسن هيتو، والدكتور حامد حسين حامد، دكتور حامد إن شاء الله تذكر اسمه، كنا ندرس على الشيخ في بيته قرابة 3 سنوات، نقرأ عليه الأبحاث، أبحاث الموسوعة. وكان هو رغم أنه يعني كف بصره من حوالي 30 سنة أو أكثر، إلا أنه كان يحفظ يعني خاصة شرح ابن عابدين بحواشيه، وكان أبدا يعني ما يمر بحث يعني من خلال ونحن نقرأ على الشيخ، إذا تم البحث فمعناه أنه لا إشكال فيه. وكثير من الأبحاث ما الشيخ يقول من يعني من بدايته يقول نستبعد هذا البحث
ملاحظات علمية فيه. فالرجل يعني رحمه الله كان له دور كبير. مشاهدينا الكرام، ومن هنا بدأت المسؤولية والحاجة لتكاتف جهود علماء المسلمين حول ضمان إنجاز هذا المشروع، ولله الحمد والمنة فاحتضنت الكويت الموسوعة الفقهية وسط تنافس دول العالم الإسلامي.